الشركات تبع السكوتر فيكم تلاقوها سواء على الابل ستور او البلاي ستور. فانا اوريدي نزلتهم عندي وفيكم تشوفوا من الشاشه تبعي انه عندي الفوي وعندي التير. بالنسبه للفوي عندي الحساب شغال فانا هلا بس رح فوت عليه ورح فرجيكم شلون بتلاقوا سكوتر قريب عليكم. بينما بالنسبه للتير انا ولا مره عامله عليه حساب فممكن سوا نعمل الحساب عليه. اول شيء رح فوت على الفوي فانا هلا كبست عليه. فيكم تشوفوا انه هلا في مثلا هون رقم 2 بعد هون في 2. المناطق اللي عليها مثلا محدده باللون الاحمر هي مناطق ممنوع انت تفوت عليها لاي سبب كان. فلما انت اصلا بتجرب تفوت عليها بالسكوتر السكوتر رح توقف تلقائيا، ومو بس ما فيك تفوت عليها كمان ما فيك تصفيها. لو طلعنا لفوق شوي رح نشوف انه في علامه البي وعليها خط مايل، فهي كمان معناتها انه انت هون ما فيك تعمل باركينج. فانت هلا صرت بتعرف مكانك وبتعرف وين في سكوترات قريبه عليك، بصف عليك انه انت تروح لعند هذا المكان لحتى تاخذ السكوتر. لو عملتوا زوم اوت كمان فيكم تشوفوا بقلب المدينه كلياتها وين في سكوترات، وبيطلع معكم كمان كم وحده بهذا المكان صفه. بس توصل عند السكوتر فيكم تكبسوا على السكان تو رايت، ساعتها هون بس تعملوا سكان للكيو ار كود وحنشوف التفاصيل كلياتها بس نروح عند السكوتر. هلا انا طلعت من البرنامج تبع الفوي وحابه معكم نعمل تسجيل بموقع التير، بس في حال انت حبيت تستخدم السكوتر تبع التير فالابلكيشن بيكون جاهز وانت عامل تسجيل دخول. فانا هلا رح فوت على التطبيق. بتشوفوا انه هن هدفهم مشان الكلايمت تشينج عشان يحافظوا على المناخ. عم يرحبوا فينا هون على البرنامج، بتحرك بس انا جيت ستارتد. عم يسالوني اذا بدي اشوف نوتيفيكيشن من عندهم، يعني يبعثوا لي اشعارات لو صار شيء، فانا رح اقول نوتيفاي مي يعني خبرني لو صار شيء، ورح احط الاو. بهي الصفحه هلا عم يطلبوا منا انه نعمل يا تسجيل لاول مره او انه بس نعمل تسجيل دخول، يعني احنا كان عندنا حساب وبس عم نفوت على حسابنا. فانا رح اعمل كونتينيو. رح يطلب مني رقم التليفون فانا رح احط رقم التليفون تبعي واعمل كونتينيو. طبعا انت فيك تغير البلد حسب وين انت. انا اخذ تلقائيا المانيا ورح يوصلني هلا كود على التليفون تبعي، فانا بس بدي انقله لهذا الرقم. انا بعد ما وصلتني رساله من الشركه بدي احط الكود اللي بعثوا لي اياه. انا هون ما رح بينها بسبب الخصوصيه، بس انتم بس تفوتوا الرقم اللي وصلكم كرساله على رقم التليفون اللي حطيته وبعدين تكبسوا كونتينيو. لو عندكم صار في مشكله تكبسوا على بروبلمز ريسيفينج ذا كود، شغله كثير طبيعيه مثل اي شيء بتعملوه. وبعدين نحط كونتينيو. لازم تعمل تاكيد انه انت اكثر من 18 سنه. اكسبت التيرمز والكونديشنز، طبعا المفروض انه انت تقراهم. وبعدين هون عندك انت انه هل بتسمح لهم يبعثوا لك ماركتنج ابديت، يعني يبعثوا لك رسائل عن الشركه تبعهم، او يبعثوا لك على الاقل نوتيفيكيشن عن طريق الابلكيشن. فانا ما رح فعل ولا وحده فيهم هون، بس رح احط اجري. هلا بيطلع لنا كمان صفحه الساين اب، بدنا نحط الفيرست نيم اللاست نيم والايميل وبعدين نعمل كونتينيو. فانا رح احط الاسم الاول تبعي نسيئة، ورح احط ايميلي بعدين نحط كونتينيو. هلا هون رح يسالوك هل انت عم تستعملها بس من الشارع او انت عندك اياها انت شاريها من عندهم. فانا رح اقول انه انا بس بدي رنت افيكل لانه انا ما عندي اياها السكوتر، انا ما اشتريتها. طبعا فيكم تشتروها انتم هون بالمانيا، فمشان هيك رح اختار رنت افيكل. بدنا نحط هلا البيمنت ميثود تبعنا. هون انتم بقى بتختلف حسب انتم شو بتحبوا، ممكن تحطوا بيبل او اي كريدت كارد. فانا بالنسبه لي رح اختصر هاي الخطوه ورح اقول انه بس بالنسبه للكريدت كارد، لو انتم ما عندكم معرفه كيف تستعملوا البيبال او كيف تحصلوا على كريدت كارد لو ما عندكم اياها، فانا رح اترك لكم رابط المناسبه بصندوق الوصف كما رجع لكم لو حبيتوا تستعملوه. هلا طلع لي انه البرنامج عم يطلب مني اكسس على اللوكيشن تبعي، يعني بدهم يعرفوا وين انا موقعي مشان يقدروا يعطوني وين السكوترات اللي حواليه. فانا رح اقول بس انه اسمح له خلال استعمال التطبيق، او فيكم تحطوا بس الاو وانس يعني مره واحده. لو حطيتوا دونت الاو فهو ما رح يقدر يطلع لكم وين السكوترات اللي حواليه. مثل ما انكم شايفين من الخريطه اللي طلعت لي فيني اشوف السكوتر وين وانا وين مكاني بالنقطه الزرقاء. فانتم شايفين انه في سكوتر كثير قريب عليك. ومثل التطبيق الثاني بالفوي، المطارح اللي بتكون معلمه بالاحمر بيكون ممنوع عليك انك تفوت عليها او ممنوع حتى تصفيها. ولو فتت او حاولت تفوت عليها فانت السكوتر رح توقف. هذا كان كل شيء بالنسبه للتسجيل وبالنسبه انه كيف الواحد بيقدر يلاقي السكوتر اللي جنبه. بتمنى تكونوا استفدتوا. هلا خلونا نروح نجرب الفوي. انا بالنسبه لي الي مشوار لمنطقه معينه، فانا اللي بيناسبني اكثر اني استخدم الفوي لليوم. فلو حبيتوا تعرفوا تفاصيل اكثر تماما بالتطبيق العملي كيف السكوتر بتتشغل وتشوفوا تجربتي الاولى مع السكوتر الكهربائيه، تابعوني للاخر.